ننتقل بك إلى صحيفة الديمقراطي، وفيها نطالع عرمان الاستخبارات العسكرية تعرقل تنفيذ الترتيبات الأمنية. قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إن الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام لم تنفذ ولا بنسبة 0%، مؤكدا أن استخبارات الجيش هي التي تعطل عملية دمج قوات الحركات الموقعة في جيش موحد. وأوضح عرمان في برنامج تلفزيوني بقناة السودانية 24 أن هذه الحقائق قالها لقادة الجيش في كل الاجتماعات التي جرت بينهما، وقال هذه تركيبة النظام البائد ولم يتم تجديدها. طيب، يعني حديث عرمان وهو موقع على اتفاق السلام وفاعل في دور الحكومة الآن، وحديثه حول بند الترتيبات الأمنية رغم أهميته وأثره المباشر في ملف السلام، إلا أنه أكثر الملفات إهمالا. هل تتفق مع عرمان في ما ذهب إليه، وكيف تنظر إلى تصريحاته وأثرها على الملف؟ أنا أتفق معه ابتداء في تأخر إنفاذ ملف الترتيبات الأمنية، ولكن الإلغاء اللائم على الاستخبارات العسكرية لا أتفق معه، لأن لماذا؟ الأمر كما أسلفت فيه كثير من الجهات يحتاج لعدد من الترتيبات، التمويل بتاعه، المسألة دي هي مهمة جدا جدا عشان الشروع في إنزال الاتفاق إلى أرض الواقع. لكن أيضا مصدر في الاستخبارات العسكرية نفى اليوم ما ذهب إليه ياسر عرمان من أنهم يقومون بتعطيل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وذهب المصدر العسكري المأذون إلى أنهم جزء من هذا الاتفاق وكانوا حاضرين في التفاوض، بالتالي هذا الجزء الذي لا أتفق معه في الحديث. لماذا قال هذا الحديث؟ ياسر عرمان غايد ولديه عدد من المعلومات ولديه عدد من التحليلات، وطيل فترة التفاوض وطيل فترة حتى الحرب نفسها بيستخدم سقوفات عالية لينزل إلى مطالب حقيقية، وده في العمل السياسي مشروع نوعا ما. ماذا تقصد؟ توضح أكثر، يعني هذه رؤية ربما حقيقية أم غير حقيقية، يعني بحسب يعني ما لديه من معلومات، حسب تحليلك؟ حسب تحليلي أنه يرفع سقف التفاوض، يحاول أن يدق جرس الإنذار، يلغي باللائمة على جهة مثل الاستخبارات العسكرية ليتم التوصل لإنفاذ الاتفاق الترتيبات الأمنية على أرض الواقع. دي مسألة في علم التفاوض دائما بتستخدم، إنه رفع السقف بتاع التفاوض للوصول إلى حاجة. لكن خلينا نقول إنه مسألة الترتيبات الأمنية تسبب قلق لكل السودانيين. عدد من الجيوش موجودة الآن في السودان تحتاج إلى ترتيب، ولكن ربما راعي الضأن في الخلاء يعلم جيدا بأن هنالك مشكلة في هذا أو في هذا البند، بند الدمج في جيش موحد. ورئيس البعثة الدولية تحدث عن أهمية توحيد الجيش وتنفيذ الترتيبات الأمنية، وقال إن ذلك يؤثر في عمل البعثة نفسها. هل يمكن أن تخسر الحكومة جهود البعثة واتفاق جوبا فعليا بسبب هذا الملف الجمعي، يعلم أن هنالك مشاكل حقيقية من ضمنها التمويل وما شابه ما ذكرته، لكن هل يمكن أن تخسر الحكومة في هذا الجانب؟ لا أعتقد الحكومة نظرتها للسلام نظرة استراتيجية. واحد من مطالب ثورة ديسمبر كل السودانيين التفوا حول السلام، ليس هناك أحد لديه خلاف حول الوصول لاتفاق سلام. أنا للسودان أن ينهي حالة التشرذم والحروب والوصول لاتفاق، ولكن التحديات على أرض الواقع التي تواجه تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية تحديداً هي التي تحتاج إلى إحداث اختراق. وزير مالية حكومة الفترة الانتقالية هو الرئيس أحد حركات أطراف السلام، وهو قائم على خزائن الأرض ويدرك ما يوجد من أموال لتنفيذ هذه الاتفاقية. لكن في رأيي الشخصي أن المجتمع الدولي والدول الصديقة التي شاركت في اتفاق جوبا لديها التزامات تجاه هذا الملف لم توفي بها، ربما بسبب كورونا والتغييرات اللي حصلت، لكن إيفاء هذه الدول بهذا الالتزامات في الأرض ربما تجعل ملف الترتيبات الأمنية يتحرك على أرض الواقع، ربما تجعل رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة
يصبح أكثر رضاء. ربما اليوم طالعنا مقال للصحفي عبد اللطيف البوني تحدث فيه حول ربما فكرة الحكومة في إيجاد الحلول من الخارج بنسبة أكبر، ولماذا لا تفكر الآن في الحلول الداخلية طالما اطمأنت للخارج؟ ربما تتفقان في هذه النقطة أو ربما تختلفان، ولكن هل هنالك حلول في الداخل طالما أن هناك أزمات دولية واقتصادية مثل كورونا وما شابه؟ هل من حلول يمكن أن توجد في الداخل حوارا سودانيا كما ذهب إليه رئيس الوزراء اليوم في تصريحاته؟ الملف ده تحديدا إعادة الدمج والتسريح وتوحيد الجيوش ده في جيش واحد ملف يحتاج إلى دعم لوجستي، إلى دعم مالي ما متوفر. نحن بنشوف الحكومة وهي بتعاني في توفير المحروقات، هي وبتعاني في توفير الدواء، هي وبتعاني، يعني كلنا نشاهد هذه الأزمات التي تمر بها الحكومة. بالتالي التمويل اللازم والدعم اللوجستي اللازم لإنفاذ هذه الاتفاقيات ملتزم به من قبل أطراف صديقة، يتوجب عليها أن تقوم بهذا الأمر. أما الجزء بتاع أنه نبحث في الداخل عن الحلول، هذا أمر نتفق عليه جميعا. لو لم نقم بعملية الإنتاج في السودان لن ينفعنا أي أحد. طيب، يعني بالعودة إلى تصريحات عرمان والحديث حول الداخل وما فيه، وهو أشار في ختام حديثه بأن هذه هي تركيبة النظام البائد ولم يتم تجديدها، هل وصل لهذه القناعة عن رؤية حقيقية؟ هل هذا الحديث إذا ما أخذناه على كافة الاحتمالات هل هو حقيقي بنسبة كبيرة جدا؟ هل يعاني أو تعاني بعض المؤسسات من هذه التركيبة؟ ما زالت موجودة؟ إلى ماذا يعني نذهب في هذا الحديث؟ في معاناة حتى الآن من وجود جيوب من الدولة العميقة سمها النظام البائد سمها، حملت إلينا الأنباء أمس أن ولاية الخرطوم وهي الولاية الأكبر والعاصمة القومية أحد مسؤولي الإعلام فيها يقوم بتنسيق مع جهات من النظام البائد وتم إيقافه عن العمل، يعني كدليل على وجود هذا الأمر الذي ذهب إليه ياسر عرمان. حتى هيكلة الجهات العديدة دي بتحتاج لترتيبات أكثر. الحكومة الانتقالية في نسختها الثانية مطلوب منها جهد أكبر في هذا الملف.